يعني وقله الخبره او نقص الخبره او يعني كانت فرقت الامور. طبعا الحمد لله على كل شيء يعني، ومبروك للنادي الاهلي. كنا نتمنى طبعا احنا نطلع بنتيجه ايجابيه النهارده في تساعدنا حتى في ترتيب الجدول، لكن طبعا انت بتلعب فريق كبير عنده عنصر خبره متوفر، عنده لعيبه دوليه كتير. احنا برضو حاولنا بقدر الامكان ان احنا نقفل ملعبنا كويس او نقفل مفاتيح اللعب بتاع النادي الاهلي. حاولنا لغايه الدقيقه حوالي 74 او 75 الثلاث جون اللي جم دول برضو يعني كثير على الـ على الـ على الـ على المجهود اللي اتبذل في الملعب. لكن في الاول وفي الاخر بشكر لعيبتي برضو على انه عملوا مجهود كبير جدا قدام فريق كبير فريق النادي الاهلي، وربنا يسهل طبعا، لان طبعا الامور بتتصعب بالظبط كده يعني. طبعا عشان برضو اللي يبقى ليك فرصه في تقعد في الدوري وكده، عندك الماتش الجاي الجونه من ضمن الفرق اللي هي برضو بتصارع معاك عشان تقعد في الدوري، لازم تكسب. طبعا برضو اصابه اسلام فؤاد، عايزين نعرف طبيعه اصابه اسلام، يعني شايفين طالع للاسف رباط صليبي. طرد امير برضو يفرق معاك، امير قيصر. النهارده كان في ظروف برضو، احنا تامر محب جبناه لان ما عندناش باك رايت غيره في الفرقه. احنا جينا لقينا المجموعه اللعيبه ديت وكان عنده حاله وفاه امبارح بتاع اخوه، جاي امبارح الساعه 4 الصبح. وبرضو بشكره لانه طبعا جه وتحمل ولعب الماتش. الحاجات دي كلها برضو يعني برضو تخش برضو في العوامل بتاعه الهزيمه. برضو طبعا الاحترام للنادي الاهلي، نادي كبير وفريق كبير وامكانيات وكل حاجه، برضو الامكانيات برضو ما في فروقات كثيره في المستوى. كابتن كنت بتتكلم على انك مش محظوظ مع الرجاء، شايف ان هل الحظ برضو هيفضل متخلي عنك ولا الامور في امل انك تستمر؟ انا اتكلمت في حته الحظ ديت. انا فعلا احنا بنقدم ماتشات كويسه جدا، عملنا ماتشات كويسه جدا، بس فعلا مش 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 محظوظ يعني. حتى انا بفكر ان انا اتكلم مع رئيس النادي، لو الامور شايفها انا كده وممكن حد يجي تاني يظبط الفرقه والكلام ده، يعني انا ما فيش مشكله يعني، انا مصلحه الفرقه فوق كل شيء يعني. الله يخليك، شكرا.